حاطت بل مألوف دارت به يسفوف حاطت به مألوف دارت بل يسفوف فالرقم يرمحون فالقبر ماحوب النبي فالقابل أحجار فالقابل يسيوف والوالي يشوف والمالي ما يشوف مثل الضباب ومن جنى من عين الإنبار والقلب ملهوف في وادي يتفوف والقلب ملهوف في وادي يتفوف لما وقع صاحب رجل الشب والنيران لما وقع صاحب رجل الشب والنيران لما بن سعد صاح على قومه من يريحه من ونينه كل من يتقدم بسيفه ينظر الوالي بعينه بن سعد ينظر الوالي فعلا واقبل الشيم الضبابي شاهر السيف بيمينه مكنا ويل برقبته وانفصل مكنا ويل برقوبته وانفصل من حرولينا وانفصل من حرولينا هذا الأكبر لو علي حيدر جنها معركة خيبر زلزل كربل الأكبر لو علي حيدر جنها معركة خيبر زلزل كربل طلع الأكبر بيده راية كبر ونصر حاية يوم المرجل شاج سيفه هز بيده رايد ينصر حسينه بالعقل الولد قوم يا بني يا علي جدل بفرسانه وقوم يا بني يا علي جدل بفرسانها وشد عليه يا علي يا عيوني شد عليه وقال لا تبرز لابن سالم وارجع يا بطل سالم يا ابني يا علي شد عليه محمد القاسم حين اللي قطع راسه بالحيدر علي زلزل الميدان في الحرمه فارس داير حكومه الاكبر علي وقوم يا ابني يا علي جدل بفرسانها وشد عليه شد عليه علي يا عيوني آه يا شيال العلي آه يا شيال العلي تبجي عليك سكينة آه يا شيال العلي ومقطعة جفينة آه يا
هو تنحاسا فإن الليل ضعاسا حيدر علي زلزال الميدان في الحومة فارس داير عيومة هل أكبر علي واليوم يا بني يا علي جدل بفرسانها وشد عليه في المهج وسط الميدان في الحومة